Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Hafiz Muhammad Israr and you are watching Hanifa Online Quran Academy. Today inshaAllah Azza wa Jal we will learn Surah Al-Qari'ah. First I will read word by word, then after that I will read the whole surah. Let's get started. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. سورة القارعة سورة القارعة مكية مكية بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة القارعة ما القارعة وما أدراك وما أدراك ما القارعة ما القارعة يوم يكون يوم يكون الناس ناس يكون الناس يكون الناس كالفراش كالفراش المبثوث مبثوث وتكون وتكون الجبال جبال كالعهن كالعهن المنفوش منفوش فأما من ثقلت ثقلت موازينه موازينه فهو في فهو في عيشاتر راضية راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه
فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية.